أنا دكتور فيليب حدسي، طب بديل. تابعوني طيلة شهر رمضان المبارك ببرنامج خاص عن تشخيص الأمراض من خلال قصية العين. البرنامج تحت عنوان عينك عينك، سر العلاقة بينه وبينك، الساعة 9 المساء بتوقيت بيروت على راديو تموز الإلكتروني. اليوم من راديو تموز الإلكتروني ضمن برنامج عينك عينك سر العلاقة بينه وبينك، رح نحكي عن الميركي آي، هيدي علامة من علامات الإيريدو دايجنوزيس التشخيص القزحي. رح نعرف عن جديد عن تشخيص القزحي، هي تشخيص من خلال قصية العين للأمراض والعوارض اللي عم بحس فيها الشخص، بالإضافة لنقاط الضعف والقوة تبع الأعضاء بجسم الإنسان. الميركي آي بتدل أكيد حتكون موثقة عن جديد بصور تتواجد ضمن راديو تموز إلكتروني على الإنستا وعلى الفيسبوك. بتدل الميركي آي على أنه التسمم بلش ينتشر بكل الجسم وهيدي صعب نتخلص منها، وبتبين بالعين هيك بتحس القزحية بطريقتها كأنه وسخة منها نظيفة. هيدي أنه التسمم عم بيتواجد بكل الجسم يلي هي صعب نقدر نتخلص منه إلا إذا اعتنينا بحالنا لفترة طويلة بالمي وبتنظيم أكل معين. ولكم دوام الصحة من راديو تموز الإلكتروني ضمن برنامج عينك عينك سر العلاقة بينه وبينك. كان معكم دكتور فيليب حدسي، طب بديل، دكتوراه في العلوم في الطب البديل، أخصائي في التشخيص القزحي، استشاري في المعالجة في التغذية، أخصائي في معالجة الإجهاد والإرهاق، ستريس مانجمنت ثيرابي. ولكم دوام الصحة. أنا دكتور فيليب حدسي، طب بديل. تابعوني طيلة شهر رمضان المبارك ببرنامج خاص عن تشخيص الأمراض من خلال قصية العين. البرنامج تحت عنوان عينك عينك، سر العلاقة بينه وبينك، الساعة 9 المساء بتوقيت بيروت على راديو تموز الإلكتروني.